اللي بينكروا فيها القيامة، وردينا عليه. عاوز نشوف دلوقتي مع بعض لمحة عن هذه الظهورات وأهمها اللي ذكرها لنا الكتاب في رسالة كورنثوس الأولى أصحاح 15. بولس الرسول إلى كورنثوس الأولى أصحاح 15. يقول: فإني سلمت إليكم في الأول ما قبلت أنا أيضا، أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، وأنه ظهر لصفا. صفا اللي هو مين؟ بطر. ثم للإثنى عشر، وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من 500 أخ، أكثرهم باق إلى الآن، ولكن بعضهم قد رقدوا. وبعد ذلك ظهر ليعقوب، ثم للرسل أجمعين، وآخر الكل كأنه للسقط ظهر لي أنا، لأني أصغر الرسل. أنا الذي لست أهلا أن أدعى رسولا، لأني اضطهدت كنيسة الله، ولكن بنعمة الله أنا ما أنا، ونعمته المعطاة لي لم تكن بباطلة، بل أنا تعبت أكثر منهم جميعا، ولكن لا أنا بل نعمة الله التي معي. فسواء أنا أم أولئك هكذا نكرز وهكذا آمنتم. هنا بنلاحظ أن بولس الرسول بيكلمنا عن بعض الظهورات الخاصة اللي ما وردتش في أماكن أخرى. وبولس الرسول زي ما احنا عارفين أنه ما تقابلش مع المسيح في أيام تجسده، لأنه ده آمن بعدين بعد الصعود. وكان بولس الرسول من أكبر المضطهدين للكنيسة، وقابله زي ما بنقرأ في سفر أعمال الأصحاح 9 في طريق دمشق في رؤيا ونور عظيم أفضل من لمعان الشمس، وقال له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ إلى آخر القصة اللي انتوا عارفينها بتاعة هداية وتجديد بولس الرسول. لكن بيقول لنا بولس الرسول في رسالته إلى غلاطيا إنه بعد الرؤية دي مباشرة، وبعد ما راح دمشق وبعت له التلميذ اللي اسمه حنانيا وقال له: أيها الأخ شاول، الرب يسوع اللي ظهر لك في طريق دمشق جالي علشان تتعمد وتغسل خطاياك، وعمده وقع من عينيه شيء كأنه قشور. وبعد كده بيحكي لنا بقية القصة بولس الرسول في الأصحاح الأول من رسالته إلى غلاطيا، ويقول: أعرفكم أيها الإخوة، الإنجيل الذي بشرت به ليس بحسب إنسان، لأني لم أقبله من عند إنسان ولا علمت، بل بإعلان يسوع المسيح. يعني تلقى الرسالة بتاعته مباشرة من المسيح. فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية، إني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلف، وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي، إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات آبائي. ولكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن فيا، يعلن ابنه فيا لأبشر به بين الأمم، للوقت لم أستشر لحما ودما. احنا بنقرأ في رسالة غلاطيا الأصحاح الأول من عدد 16: لم أستشر لحما ودما، ولا صعدت إلى أورشليم إلى الرسل الذين قبلي، بل انطلقت إلى العربية، الصحراء العربية، ثم رجعت أيضا إلى دمشق. ثم بعد ثلاث سنين صعدت إلى أورشليم لأتعرف ببطرس. فحنشوف كتير من المعلومات استقاها عارفها هنا من الرسل اللي قابله. بيقول: ثم صعدت إلى أورشليم لأتعرف ببطرس، فمكست عنده 15 يوما. قعد في ضيافة بطرس الرسول أسبوعين، ولكنني لم أرى غيره من الرسل إلا يعقوب أخ الرب، اللي هو يعقوب ابن حلفة كاتب رسالة يعقوب، لأنه كان يعقوب الثاني اللي اسمه يعقوب الكبير ابن زبدي،
ده كان اول من استشهد من الرسل الاثناشر بسيف هيرودس في اعمال الرسل اصحاح 12. فبيقول انه قاعد مع قابل بطرس، قاعد معاه 15 يوم، سمع منه كل التفاصيل وكل قصة المسيح واللي يعرفه عن المسيح ومعجزاته وحياته وصلبه وقيامته وصعوده وتعاليمه وامثاله. 15 يوم ملازم لبطرس الرسول. وبعدين شاف مين بعده من الرسل؟ يعقوب اللي هو اسمه يعقوب البار او بجس او يعقوب الصغير او يعقوب ابن حلفة اخو يهوذا، واحد من الرسل الاثناشر. والذي اكتب به اليكم هو ذا قدام الله اني لست اكذب فيه. وبيحكي بعد كده ان الناس بقوا يستغربوا اللي كان بيضطهد الكنيسة صار بيبشر بالكنيسة وصار بيبشر بالمسيح. فالمعلومات والظهور الخاص لبطرس ده ورد ذكره في موضعين، ادي هنا في كلام بولس الرسول في كورنثوس الاولى 15 وظهر لصفا، وبعدين هنقرا عنه في لوقا 24 انه بعد ما ظهر لتلميذين عمواس وراحوا يجروا رجعوا على اورشليم عشان يقولوا ان الرب ظهر لهم، فلاقوهم مجتمعين وبيقولوا ان الرب قام وظهر لسمعان. يعني اخبار الظهور الخاص ببطرس كانت ذاعت وانتشرت وابتدى يعرفها الباقيين. وهنا ان كان لابد اننا نقف دقيقة نشوف ايه سر يعني الظهور الخاص لبطرس ده ليه. هل صحيح زي ما اخواننا الكاثوليك بيعتقدوا ان بطرس كان هو الرئيس بتاع الرسل، وانه المسيح لما قال انت بطرس وعلى هذه الصخرة قبل كنيستي كان بيقصد بالصخرة بطرس؟ لا، مش ممكن كانت الكنيسة تتبني على بطرس او الكنيسة تتبني على انسان، لكن الصخرة هنا هي صخرة الايمان بألوهية المسيح، لانه قال له انت المسيح ابن الله الحي، فقال له طوباك يا سمعان ابن يونة، لان لحما ودما لم يعلن لك بل ابي الذي في السماوات، وانت اسمك بطرس. وعلى هذه الصخرة ان اسم بطرس معناه صخرة، لكن على صخرة الاعتراف دي اللي تشبه اسمك اللي هي الاعتراف بألوهيتي حبني الكنيسة بتاعتي وابواب الجحيم لن تقوى علي. فالصخرة ما كانتش مرموز بها بطرس، لا بطرس انسان عادي له ضعفاته واخطائه، لكن الصخرة هنا المقصود بها المسيح نفسه صخر الدهور، من ضمن اسمائه القابه صخر الدهور. وقال عنه بولس الرسول في كورنثوس الاولى 19 لما قال ابائنا جميعا اعتمدوا الموسى في السحابة وفي البحر واكلوا طعاما واحدا روحيا وشربوا شرابا واحدا روحيا من صخرة روحية تابعتهم والصخرة كانت المسيح. فقال لنا ان المسيح هو هذه الصخرة بتاعتنا، صخر الدهور وصخر الايمان، واللي ما يتغيرش ابدا ليس عنده تغيير ولا ظل دوران، يسوع المسيح هو امس واليوم والى الابد. وقال هو الصخر الكامل صنيعه، وقال ليس صخرة غير الهنا. طيب ايه سر الظهور لبطرس؟ انا بعتقد لانه حد يشجع بطرس لئلا يبتلع من الحزن المفرط بسبب ندمه وتأنيب ضميره على انكاره للمسيح، لان بطرس انكره ثلاث مرات قدام جاري في الوقت اللي كان بيقول له لو شك فيك الجميع انا لا، لو انكرك الجميع انا لا، انا مستعد ان اموت معاك. يا بطرس اتكلم على قدك، لكن كان بيظن انه هو يعني كبير وانه قوي وانه في اخلاصه وشجاعته لا يمكن، ولو الدنيا كلها سابت المسيح هو مش ممكن يسيبه، او لو الكل شك فيه وانكره هو لا. وهنا بنشوف الضعف البشري بتاع الانسان. بطرس ما انكرش المسيح عن خيانة زي يهوذا او عن نقص في الحب، كان بيحب المسيح قطعا وكان بيحبه من كل قلبه، لكن انكر المسيح عن ضعف، عن نقص في الشجاعة، مش نقص في المحبة، نقص في الشجاعة، وعن مفاجأة اللي فوجئ بيها نتيجة انه شاف
المحاكمة الرهيبة والاتجاه وجماهير الشعب وسلطان رؤساء الكهنة وتأييدهم من الرومان، ودي جاء تقول له وانت كنت معاه فزي الفوجئ او اتخض كده، ولا لا انا معرفش انا معرفوش. ومرة واثنين وثلاثة، وهنا بتشوف القادة اللي بيقولها من يظن انه قائم فلينظر الا يسقط. مفيش انسان اكبر من الخطية، مفيش انسان معصوم عن الخطأ، كلنا معرضين للخطأ وكلنا معرضين للسقوط وكلنا معجونين بالضعف وكلنا فينا عيوب. وما كانش الانسان يشعر بضعفه لكي تحل عليه قوة المسيح، عمره ما يقدر يمشي مع ربنا او يثبت معاه للنهاية. فمن شروط الحياة الروحية السليمة والانسان الروحي اللي يقدر يكمل الطريق مع ربنا، هو الانسان اللي شاعر بضعفه وانه محتاج لقوة المسيح ولنعمة المسيح. لكن اللي شاعر بقوته ده مسكين مش دريان بحل، وهو عند اول تجربة يطب ويفقد. عشان كده نشوف داود النبي مثلا نقول في مزمور 100 في مزمور 6 اللي بنقوله في صلاة ذاكر، مزمور 6 بيقول له ارحمني يا الله لاني ضعيف، يا رب لا تبكتني بغضبك ولا تؤدبني بغيظك، ارحمني يا رب فاني ضعيف. رغم انه كان نبي وانه كان ملك، لكن ما رجعش تاني بقى يظن في نفسه القوة بعد ما جرب ضعفه والسقطتين الكبار اللي سقط فيه. فزي ما بيقول بولس الرسول، حينما انا ضعيف فحينئذ انا قوي، وان قوة ربنا في الضعف تكمل، بس لازم نشعر بضعفنا واحتياجنا اليه. لكن ما نعملش زي ملاك كنيسة لودوكيين الكنيسة السبعة في الرؤية اللي بيقول انا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي الى شيء، فبيرد عليه المسيح ويقول له ده انت مسكين وبائس وفقير واعمى وعريان، ويا ريتك كنت حار او بارد، لكن لانك فاتر انا مزمع ان اتقيأك من فمي، فكن غيورا وتوب. فلازم نشعر بضعفنا. بطرس شعر بغلطته وشعر بضعفه انه تبع المسيح من بعيد، المعاشرات الردية راح قعد في وسط الجواري في الوقت اللي يوحنا تبع المسيح لغاية المحاكمة ولغاية الصليب، واستحق انه ياخد الهدية دي والشرف ده انه ياخد امه العذراء لتصير اما له ويعولها وتعيش معاه في بيته لاخر ايامها على الارض. لكن بطرس اللي راح قعد في وسط الجواري يتدفى، نبص نلاقيه بسرعة غلط وانكر، وهنا بنشوف برضو تأثير الوصف. فعرفنا ان بطرس بكى بكاء مرا لما انكر، وشعر بالندم الشديد وبالخجل الشديد، وان انا بالذات ما كانش صح ان انا انكر. ودي طبعا بقت نقطة ضعف في حياته كلها. وبيقول لنا التقليد انه كان كل ما يسمع ديك يصيح يبكي، يعني لازم الشعور بالندم طول حياته فيما بعد، كل ما يسمع ديك بيصيح تفكره بانه انكر المسيح فيندم ويبكي. المسيح كان لازم يقعد في جلسات عمل فردي مع كل واحد، دول اللي حيبقوا الاعمدة، فلازم يقوي ايمانه. وحنشوف انه في ظهور اخر لسبعة من الرسل اللي هو جه في يوحنا 21 على شاطئ بحيرة طبرية، رغم انه ظهر لسبعة من الرسل لكن اخذ بطرس على جنب وقال له يا سمعان ابن يونا اتحبني؟ قال له نعم يا رب انا احبك. قال له ارعى غنم. ورجع سأله مرة تانية يا سمعان ابن يوانا اتحبني اكثر من هؤلاء؟ والتلميح اكثر من هؤلاء، لانه قال له لو انكرك كل هؤلاء انا لا. فقال له ايه انت لسه مصمم على كلامك بتاع زمان انك بتحبني اكثر من الشك، وانك لو كل شك وانكر انت لا. طبعا ده تلميح خفيف مفهوش تصريح ومفهوش توبيخ، لكن مجرد التلميح هنا كان كافي. ورجع كررها له ثالث مرة يا سمعان ابن يونا اتحبني؟ قال له يا رب انت تعلم اني احبك، انت تعلم كل شيء.
وحزن بطرس لانه قال له ثلاث مرات. ليه؟ لانه شعر انه بيفكروا انه زي ما انكروا ثلاث مرات بيفكروا ده هنا انت بتحبني، كرر له السؤال ده ثلاث مرات. فقال حزن بطرس لانه سأله ثلاث مرات. فهو حب يعزي بطرس ويشجع بطرس، وعشان يعرف ان محبة المسيح له ما تغيرتش، محبة ربنا ما بتتغيرش، مش متوقفة على اغلطنا احنا. هو عارف اننا ضعفاء واننا معرضين للخطأ وممكن نغلط، لكن علاقتنا بالمسيح مش بتتوقف على محبتنا احنا له، طبعا دي ليها تأثير، لكن بتتوقف اكثر على محبته هو لينا، ودي محبة ثابتة ما بتتغيرش وما بتنقصش ابدا، ودي اللي تطمنا وتعزينا وتشجعنا ان هو بيحبنا محبة كبيرة خالص ما تتأثرش بضعفاتنا واخطائنا. وانه عايز يفهم بطرس انا ما زلتش منك، انا كنت عارف، انت ما كنتش تعرف نفسك لكن انا كنت اعرفك اكتر ما انت بتعرف نفسك، وانا قلت لك ان قبل ما هيسمح اديك مرتين هتنكرني ثلاث مرات. وهنا بنلاحظ ملحوظة تاني، ان بطرس انكر اول مرة وانكر تاني مرة وانكر ثالث مرة، يعني كرر نفس الانكار ونفس الغلط مرة ومرة ومرة وهو مش واخد باله. طب ايه اللي خلاه خد باله وتنبه؟ حاجتين مع بعض مش حاجة واحدة. لما فاحت ديك وبعدين لو تلاحظوا كلمة صغيرة كده يقول فالتفت يسوع ونظر الى بطرس، يعني بصله نظرة خاصة كده، وهو المسيح في وسط المحاكمة وفي وسط الهيصة اللي جوه وشهود الزور والاتهامات والمولد اللي حواليه ده كله، لكن واخد باله من كل حاجة ومن كل واحد، ونظر لبطرس نظرة خاصة اول ما صح ديك، نظرة ذات معنى، نظرة ذات معنى. جالك كلام يا حبيبي؟ فقال بطرس خرج الى خارج وبكى بكاء مرا. فصياح الديك ده بيرمز ليه؟ بيرمز للكلام الوعاظ ده، زي صياح الديك، رسائل الوعظ دي كلها زي صياح الديك، لكن لوحدها احيانا ما بتأثرش كفاية في الناس، لكن بيأثر فيهم لما ينظر لهم يسوع هذه النظرة الخاصة الفاحصة الشخصية لكل واحد. الظهورات اللي حصلت نقدر اذا حبينا نرتبها نلاقي ان الظهور الاول كان لمريم المجدلية، ده اول ظهور. وايه اللي عرفنا جت فين في الكتاب؟ في انجيل مرقس اصحاح 16. انجيل يوحنا جاب لنا التفاصيل وقال انه في الفجر والظلام باقي والحديث اللي دار واللي حصل وبتاع، لكن في مرقس كان بيكتب بايجاز شديد اهم الوقائع، وكشف والقى الضوء على حقائق كتيره. ومن الحاجات المعروفه تاريخيا ان انجيل مرقس هو اول انجيل اتكتب واقدم انجيل، وانه بعد كده كتب متى ولوقا واخذوا منه كتير من الحقائق. واشار لوقا انه اذ كان كثيرون منذ البدء قد اخذوا بتاليف قصه في الامور المتيقنه عندنا، ويقصد اللي كتبوا دول، وكان بيشير هنا لمرقس واحد منهم. رأيت انا ايضا اذ قد تتبعت كل شيء من الاول بالتدقيق ان اكتب اليك ايها العزيز توفيروس لتعرف صحة الامور اللي علمت به. ففي انجيل مرقس اصحاح 16 يقول عدد 9 يقول وبعدما قام باكرا في اول الاسبوع ظهر اولا لمريم المجدلية، وما يكتفيش بكده لكن يدي هنت كده مين مريم المجدلية دي التي كان قد اخرج منها 7 شياطين. فذهبت هذه واخبرت الذين كانوا معه وهم ينوحون ويبكون، فلما سمع اولئك انه حي وقد نظرته لم يصدقوا. وبعد كده اتكلم بعد ذلك ظهر بهيئة اخرى الاثنين منهم وهم يمشيان منطلقين الى البرية، اللي هو ظهور عمواس اللي هنشوفه في لوقا 24. نشوف مريم المجدلية في هذا الظهور اللي كان باكر جدا والظلام باكر. اولا هنا بيبقى فيه سؤال طريف ساعات الناس يعني بتسأله على سبيل الطرائف، ويقوله طب ليه اول ما ظهر المسيح ظهر لوحده ست؟ هل ده يعني تمييز للستات
ولا كان ليه حكمة خاصة. بيعلقوا عليه بروح الفكاهة ويقولوا هو ظهر لوحده ستة عشان الستات بيتكلموا كتير وينشروا الخبر بسرعة في الدنيا كلها. لكن طبعا اذا جاز الكلام ده على سبيل الطرائف ما هوش صحيح، لكن احنا نقول انها كانت تستحق مريم المجدلية قطعا هذا الظهور وهذا التكريم، لانها كانت بتحب المسيح من كل قلبها حب كبير جدا وحب عظيم، واللي خلاها انها ما تنامش الليل وتقوم في الفجر والدنيا ظلمة لسه قبل شروق الشمس وتروح المقابر والمدافن اللي رجالة كتير يخافوا يروحوا المدافن ولا يقربوا ناحيتها في الظلمة، ودي واحدة ست لوحدها، لكن الحب الكبير بتاعها ما خلاهاش ابدا تخاف، طرد الخوف من قلبها. وده اللي بيقوله لنا الرسول يوحنا بعد كده يحطه في شكل مبدأ، يقول ان المحبة تطرح الخوف الى خاف. فمريم المجدلية يعني خدت هذا الشرف انها تشوف المسيح المقام حتى قبل مريم العذراء نفسها، حتى قبل مريم العذراء نفسها. يمكن مريم العذراء شافته بعد كده في الظهور الثاني نمرة 2 حسب ما جه في انجيل متى، وما صرحش بان دي كانت العذراء. نكمل كلمة صغيرة بالنسبة للظهور لمريم المجدلية. مريم المجدلية قلنا كانت بتحب الرب من كل قلبها، مريم المجدلية كانت مبشرة وتلميذة للمسيح، مريم المجدلية اتمتعت بخلاص المسيح لانه كانت تعيش حياة شريرة فاسدة خليعة فاجرة، وكانت ممزقة من الشياطين، وقال لنا انه كان فيها بوسس يعني او ساكن فيها ارواح نجسة سبع شياطين، ورقم 7 ده رقم الكمال، يعني كانت في حالة مريرة جدا وصلت الى القاع الحضيض في الفساد والاستعباد للشيطان وللخطيه. وهنا بنشوف نعمة المسيح المخلصة القادرة ان تخلص اشر الخطاة والقادرة ان تطلب وتخلص ما قد هلك. قال المسيح لاني اتيت، ابن الانسان اتى لكي يطلب ويخلص ايه ما قد هلك، حتى اللي في نظر الناس ضاع وانتهى وهلك المسيح يقدر يخلصه زي ما خلص مريم المجدلية. فيبقى مفيش حد منا له عذر في عدم خلاصه لانه ما وصلش للشر اللي كانت فيه مريم المجدلية او للعبودية للشيطان، ومع ذلك خلصت وصارت قديسة واول شاهدة ومبشرة بقيامة المسيح من الاموات. انا زرت لها كنيسة في القدس في اورشليم باسم مريم المجدلية للروس البيض الموسكوف، كنيسة لها قباب على الطريقة الروسية دي، وكنيسة فخمة جدا والضخمة كاتدرائية كبيرة، وعلى الحجاب بتاع الهيكل صورة لوحة بالزيت كبيرة قوي لمريم المجدلية واقفة قدام تيباريوس قيصر اللي هو كان قيصر روما في زمن صلب المسيح وقيامته، وانها سافرت له وانها راحت بشرته بقيامة المسيح وماسكة بيضة في ايدها وبتشرح له القيامة دي، بيقول لها معقول اذا حد مات يقوم تاني من الاموات ولا حاجة، فبتقول له زي البيضة دي بتتكسر وبيطلع منها كائن حي، بيطلع منها الكتكوت ده او الفرخ ده، هكذا المسيح حطم القبر وقام بحياة انتصرت على الموت. ففي صورة لمريم المجدلية، وتلاقي في دير للرهبات الروس هناك متخصصين في عمل البيض الابيض اللي من الشمع اللي مرسوم عليه صورة قيامة المسيح، والشموع اللي عددها كل حزمة فيها 33 شمعة لعدد سنين حياة المسيح على الارض، واللي بتعتبر شهادة وخدمة وتذكار لقيامة المسيح وعمل المسيح، وبيقترن اسم مريم المجدلية وخدمتها وكرازتها بالبشارة بقيامة المسيح من الأموات. هي في الأول ما عرفتوش، وفي الأول قال كانت عمالة تبكي، وظهر لها الأول
المسيح وقف جنبها وبيقول لها يا امرأة لماذا تبكين؟ من تطلبين؟ التفاصيل دي بنشوفها في يوحنا 20، نقراها احسن في يوحنا 20 علشان نشوف ماشية ازاي. في اول الاسبوع اللي هو يوم الاحد يوم الرب، وهنا ده تحول السبت اليهودي الى الاحد المسيحي بخيامة المسيح، جاءت ماريا المجدلية الى القبر باكرا والظلام باق، فنظرت الحجر مرفوعا عن القبر، وحنشوف حكاية الحجر دي في مرقس برضو بيكشف. فركضت وجاءت الى سمعان بطرس وتلميذ الاخر الذي كان يسوع يحبه، ما قالناش هنا، لكن التقليد القديم بيقول ان يوحنا كاتب الانجيل نفسه، وانه تواضعا ما كانش بيذكر اسمه. وقالت لهما اخذ السيد من القبر ولسنا نعلم اين وضعوه. فخرج بطرس والتلميذ الاخر واتى الى القبر، وكان الاثنان يركضان معا، فسبق التلميذ الاخر بطرس باعتباره اصغر في السن، وجاء اولا الى القبر وانحنف فنظر الاكفان موضوعة ولكنه لم يدخل. ثم جاء سمعان بطرس يتبعه ودخل القبر ونظر اكفان موضوعة والمنديل الذي كان على رأسه ليس موضوعا مع الاكفان بل ملفوفا في موضع واحد. فحينئذ دخل ايضا التلميذ الاخر الذي جاء اولا الى القبر ورأى فآمن، لانهم لم يكونوا بعد يعرفون الكتاب انه ينبغي ان يقوم من الاموات. فمضى التلميذان الى موضعهم، شافوا الحجر مدحرج، شافوا القبر فاضي، وشافوا الاكفان موضوعة ومرتبة بنفس الترتيب والمنديل، لكن ما شافوش حد. اما مريم فكانت واقفة عند القبر خارجا تبكي، وفيما هي تبكي انحنت الى القبر فنظرت ملاكين بثياب بيض جالسين، واحدا عند الرأس والاخر عند الرجلين حيث كان جسد يسوع موضوعا. فقال لها يا امرأة لماذا تبكين؟ قالت لهما انهم اخذوا سيدي ولست اعلم اين وضعوه. ولما قالت هذا التفتت الى الوراء فنظرت يسوع واقفا ولم تعلم انه يسوع. قال لها يسوع يا امرأة لماذا تبكين؟ من تطلبين؟ فظنت تلك انه البستاني، قالت يا سيدي ان كنت انت قد حملت فقل لي اين وضعت وانا اخذ. قال لها يسوع يا مريم. فالتفتت تلك وقالت له ربوني الذي تفسيره يا معلم. فهنا بنشوف ان المسيح كان واقف جنبها وهي عماله تبكي عليه، وبنشوف احيانا انه الحزن الشديد على الاحباء اللي بيفارقونا بالموت الجسدي، والدموع الكتيرة بتخلي افكارنا مشوشة، ما بنعرفش حقائق القيامة المعزية والمفرحة، وانه احبائنا دول موجودين زي ما المسيح اللي بتعيط عليه واقف جنبها وهي مش شايفاه. وبعدين ما كانتش فاهمة الايمان بتاعها لسه كان ضعيف ويحتاج انه يكمل، لانه بتقول مش عارف خدوه فين وحطوه فين. هو ايه اللي خدوه وحطوه ده اللي بتتكلمي عليه بالشكل ده؟ هو ده جثة هامدة؟ هو ده شيء بيتشال ويتحط؟ ده انت تتكلمي عن ربنا، تتكلمي عن الله نفسه، مين اللي يقدر يشيله ومين اللي يقدر يحط؟ يا مريم فصحيت وفاقت وعرفته من صوته وعرفته من شكله، وجت تسجد عند قدميه، وهنا قال لها لا تلمسيني لاني لم اصعد بعد الى ابي وابيكم. اتكلمنا عنها دي في مناسبة سابقة، انه كان يقصد انه العلاقة بعد القيامة هتكون بالروح مش بالجسد، وبالايمان مش بالعيان. لكن ما كانش في مانع من اللمس في حد ذاته، بدليل انه قال لتوما تعالى وحط ايدك في اثار المسامير في يدي وفي جنبي. في نفس الوقت بنلاحظ ان مريم المجدلية نفسها لمسته قبل كده او لمسته بعد كده. ازاي؟ راحت تبشر وتخبر، قال لها روحي وقولي لاخواتي وتلاميذه باننا قمت اسمعكم الى الجليل. وهنا نشوف بقى قصة القيامة وهذا الظهور الثاني في الاصحاح الاخير من انجيل متى 28. يقول وبعد السبت عند فجر اول الاسبوع جاءت مريم المجدلية ومريم الاخرى، وما قلناش مين هنا مريم الاخرى. وفي رأي كبير وده في الغالب يعني الرأي السليم انها كانت مريم العذراء امه، واللي اول واحدة كان يهمها انها تشوفه وتفرح وتطمئن مريم العذراء. وما ذكرش هنا متى اسمها لانه كانوا بيخافوا عليها من اضطهاد اليهود، بيخافوا عليها من اليهود، فاكتفى بالتلميح وقال مريم المجدلية ومريم الاخرى تنزور القبر.
وإذا زلزلة عظيمة حدثت لأن ملاك الرب نزل من السماء ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه، وكان منظره كالبرق ولباسه أبيض كالثلج، فمن خوفه ارتعد الحراس وصاروا كأموات، يعني أصيبوا بنوع من الذعر والشلل. فأجاب الملاك وقال المرأتين: لا تخافا أنتما، فإني أعلم أنكما تطلبان يسوع المصلوب، ليس هو هنا لأنه قام كما قال. هلما انظر الموضع الذي كان الرب مضطجعا فيه، واذهب سريعا قول لتلاميذه أنه قام من الأموات، هو يسبقكم إلى الجليل، هناك ترونه، فأنا قد قلت لكم. فخرجت سريعا من القبر بخوف وفرح عظيم راكضتين لتخبر تلاميذه، وفيما هما منطلقتان لتخبر تلاميذه إذا يسوع لاقاهما وقال سلام لكما، فتقدمتا وأمسكتا بقدميه وسجدتا له. يبقى لمسوه، ومنهم مين؟ مريم المجدلية ومريم الأخرى. فيبقى ما كانش فيه يعني منع لللمس. وبنبص نلاقي بعض الأفكار الغلط والأفكار الرجعية أو التفسيرات السيئة اللي يقول لا لأنه ده المرأة حسب النظرة بتاعة الأديان الوثنية أو النظرة الإسلامية، المرأة أنها أقل من الرجل، أو أن المرأة تتنجس بسبب الطمس أو غير ذلك، فما يصحش أنها تلمس المسيح. وناس يبنوا على دي نظريات اعتقدوا أنه هو ده السبب في أنه منع المرأة من التقدم إلى الكهنوت وغير ذلك. الكلام ده كله ملوش أساس من الصحة، والمرأة لمست المسيح وكل حاجة. وهنا هو شفنا ان المريمات مريم المجدلية ومريم الاخرى قدمت وامسكت بقدميه وسجدت له، وان المرأة بتاخد بتتناول وبتلمس جسد المسيح ودمه بتتناول منه، وان المسيح ما عملش التفرقة دي بين المرأة والرجل، سواهم في الميراث وفي الملكوت وفي كل شيء وفي الزواج، وانهم واحد وليس بعض اثنين. اما مسألة الكهنوت فدي مسألة ثانية ملهاش دعوة، ان ده حسب حكمة الله وترتيبه، ان المرأة لها خدمات اخرى في الكنيسة وفي خدمة الشماسات وغير ذلك، لكن مش ضروري الكهنوت بالذات، وان ده كان موجود من العهد القديم. يعني المرأة اشتركت في النبوة، كان في نبيات زي مريم النبية اخت موسى وهارون، وزي حنة النبية، وزي خلد النبية، وكانت نبية وكانت قاضية زي دبورة. يعني حتى من العهد القديم سبقت هنا فين اخيرا على ما ابتدوا يسمحوا للمرأة انها تدخل القضاء، وانه بقى في واحدة دخلت السوبريم كورت لسه في ايامنا دي. وهللوا يعني ان ده امريكا في اواخر القرن العشرين، يعني بلد الحريات ادت المرأة. فجد موجود في العهد القديم، وفي المسيحية بتقر هذا من قبل كده، في النبوة وفي الخدمة وفي العبادة وفي القضاء وفي كل شيء، لكن بالذات الكهنوت ده كان له وضع خاص. وباعتبار ان ده استمرار لرسالة المسيح نفسه هنا، ما سمحش للمرأة انها تدخل الكهنوت، او زي ما قال البابا شنودة في محاضرة لطيفة له في مؤتمر المرأة تابع لمجلس كنيسة الشرق الأوسط حوالي سنة 74 أو 75، ودي مقالة منشورة إن شاء الله هنطبعها قريب. بيقول لهم كان البنات بالذات السيدات اللبنانيات متحمسين أوي، فاهمين إنهم يعني بيطلبوا بتحرير المرأة ولازم تدخل المرأة كهنوت، زي ما دلوقتي الكنائس البروتستانتية بتقر هذا، فبيطلبوا كده. فكان رد البابا شنودة عليهم: تواضعوا وكونوا في مستوى العذراء، تواضعوا وكونوا في مستوى العذراء. وقال لهم ان العذراء كانت موجودة ووقت ما خلي مقعد يهوذا من الاصل اختار 12 وما اخدهاش، ولما خلي مقعد يهوذا اخدوا متياس، كانت هي اولى من الكل. اذا كانت مسألة استحقاق كانت كاملة وطاهرة وقديسة وافضل من الرسل، لكن مع ذلك ما اخدهاش لانه دي لحكمة خاصة، والمسألة ما فيهاش محاباة واجتهادات بشرية. فهنا شفناه انهم امسكت بقدميه وس
سجدت له، وانه قال لتوما تعالى حط ايديك في اثار المسامير في يدي ورجلي وجنبي ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنة. يبقى شفنا الظهور لبطرس، وشفنا الظهور لمريم المجدلية، وشفنا الظهور للمريمات. واذا رتبناهم هكتفي باننا اقول الترتيب المرة دي ونكتفي عشان الوقت بتاعنا، ونبقى نتابع في مرات قادمة في الخمسين كمالة الظهورات والدراسات حول القيامة. كان اول ظهور لمريم المجدلية في الفتح زي ما شفنا، ثاني ظهور للمريمات، ثالث ظهور في اعتقادي كان لتلميذي عمواس الساعة 4 العصر نفس يوم احد القيامة. بعد كده كان الظهور الخاص لبطرس، وبعد كده الظهور للتلاميذ العشرة، وبقول عشرة هنا لانه يهوذا كان انتحر وتوما كان غايب، فكان الرسل هنا ما كانوش 12 ولا 11 لكن كانوا 10 اللي موجودين، وجايز كان معاهم بقى النساء. وده اول ظهور في العلية نقدر نقول حوالي الساعة 6 العصر في نفس احد القيامة. وبعدين الظهور نمرة 6 ليعقوب، وده اللي اشار اليه في كورنثوس الاولى 15، وبعتقد هنا انه كان يعقوب ابن زبدي، يعقوب الكبير اخو يوحنا، اللي امه جات له زمان وقالت له يا رب قول لواحد اولادي واحد يجلس عن يمينك واحد عن يسارك في ملكوت. قام قال لها تقدروا تشربوا من الكاس اللي اشربها؟ قالوا له اه. والصبغه التي اصبغ بها؟ قالوا له اه. قال لهم حتى لو شربتم من الكاس وصبغتم من هذه الصبغه اما الجلوس عن يميني ويساري فليس له الا الذين اعطي اليهم من قبل ابي. فهنا يعقوب ابن زبدي او يعقوب الكبير كان اول واحد فعلا اصطبغ بهذه الصبغة، صبغة الدم، واول واحد استشهد بسيف هيرودس في سفر اعمال الرسل اصحاح 12. فانا بعتقد ان ظهور المسيح الخاص له ده كان علشان يشجعه وانه يقويه ويعلن له الحقيقة دي. ظهور نمرة 7 كان للتلاميذ وتوما معهم بعد اسبوع. الظهور نمرة 8 كان على شاطئ بحيرة طبرية اللي ورد في الاصحاح الاخير 21 من انجيل يوحنا. وبعدين الظهور نمرة 9 قال لاكثر من 500 اخ اكثرهم باق الى الان لوقت كتابة رسالة كورنثوس الاولى. وفي اعتقادي ان رسالة كورنثوس الاولى اتكتبت في اوائل الستينات، يعني سنة 60 ميلادية، لأن بولس الرسول استشهد بسيف نيرون في حوالي سنة 64 ميلادية، فيعني سنة 1-2-63 حاجة زي كده. لغاية الوقت ده بيقول لنا انه كانوا عايشين الشهود دول كلهم اكثر من 500 اخ اكثرهم باق الى الان، ولكن بعضهم قد رقد. وده بيرد على الناس اللي المشككين اللي بيقولوا انه جايز التلاميذ كانوا متأثرين كانوا بتاع، لانه ده ما كانش ظهور ولا اثنين ولا ثلاثة، ده كانت ظهورات كتيرة، ما كانتش في مكان واحد لكن في اماكن كتيرة، في العلية، في الطريق لعمواس، في على شاطئ بحيرة طبرية، على الجبل في الجليل، في اورشليم، في اماكن كثيرة مختلفة. ما كانش كله بالليل ولا في ظلمة، ما كان ظلمة لكن كان بالليل وبالنهار وفي الخلا وفي الهواء الطلق وعلى شاطئ البحر وفي اماكن كثيرة. فمستحيل ابدا انه يكونوا ما عرفوش المسيح او ما شافوش كويس زي ما الناس بتحاول تدور على اي حاجة للتشكيك. حوالي 10 ظهورات، وبعد كده ظهورين بعد الصعود للسماء، ظهور لشاول الترسوسي في طريق دمشق اعمال 9، وظهور لإستفانوس وهم بيرجموه بالحجارة، وبيقول أرى السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائم عن يمين الآب، وصلى وقال أيها الرب يسوع اقبل روح. يعني في المتوسط اللي أعلنهم لنا الكتاب حوالي 12 من هذه الظهورات اللي ظهر بها المسيح لرسله وتلاميذه، واللي قال لنا عنها الرسول لوقا في الإصحاح الأول من سفر الأعمال بانه وهو يظهر لهم نفسه حيا ببراهين كثيرة لمدة 40 يوم لتثبيت ايمانهم وبنيانهم، علشان هم دول اللي حيربحوا العالم كله وحيكرزوا للخليقة كلها
بهذا الإله الفادي المخلص المنتصر القائم من بين الأموات، وله المجد الدائم إلى الأبد، آمين. بعتذر عن الأحد القادم، حيكون عندي خدمات في نيويورك حد اللي جاي السبت والحد الجايين، مش هيكون في اجتماع درس كتاب، ونشوفكم إن شاء الرب وعشنا الأسبوع اللي بعد. تفضلوا نختم بالصلاة الربانية. بسم الله والابن والروح القدس الواحد امين. اللهم اجعلنا مستحقين الكل بشكر يا ابانا الذي في السماوات، لتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا الذي اعطينا اليوم، اغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن المذنبين الينا، لا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير، المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوه والمجد الى الابد. الصلاة فيها رزق، لو عارف البطرس ولا حد متعب اشتكى.